الحكومة اليوم إطارية كما هو واضح، يوم غد سنرى ما الذي سيحدث من عملية التصويت على كابينة السيد محمد شيع السوداني، والإطار التنسيقي واضح تماما، فيه هنالك بعض القوى فعلا تطالب تماما بإخراج القوات الأمريكية تماما من العراق، وواضح أن هذا الأمر سيكون إحدى الشروط الموجودة في البرنامج الحكومي للسيد محمد شيع السوداني. لنفترض جدلا أن الرجل طلب من القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي أن يخرجوا من العراق، لسنا بحاجة إليكم، ويقوم بطلب مباشر، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي سيستمعون إلى هذا الطلب؟ أبدا، لأنه أمريكا والتحالف الدولي والاتحاد الأوروبي والناتو تدرك تماما انسحاب القوات هذا التحالف الدولي من العراق معناته تمكين إيران من التحكم بالعراق 100%، وهذا يعني مصالحهم الاقتصادية، مصالحهم الأمنية، مصالحهم العسكرية، مصالحهم الجيوسياسية كلها تنضرب عرض الحائط، مستحيل. وأنا أعتقد أن السفيرة الأمريكية وقالت بشكل واضح إلى محمد الشيع السوداني دير بالك، يعني ممكن تشكل حكومة، ممكن تجيب بعض الميليشيات، ممكن تجيب بعض الفاسدين وشكل، إحنا مو مشكلة عندنا، بس أقول نقطتين، لا الميليشيات تتحكم بالأجهزة الأمنية، ولا يجب بالكم ان القوات الامريكيه او التحالف الدولي ممكن ينسحب من العراق، هاي قطنا نشيلها من ايدك. فاذا عندك بعض الناس من اجل يعني حفاظ ماء الوجه مقابل ايران تقول نحن نطالب بانسحابها وكذا، خليهم يكتبون اللي يريدونه، بس على ارض الواقع ماكو شيء. واذا جرأت انت بهذا الاتجاه، يعني تمكين الميليشيات من الاجهزه الامنيه والدفع باتجاه اخراج قوات التحالف الدولي في 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 من العراق، فراح يكون مصيرك مصير عاد معك.